خبر مؤسف اليوم عن الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز في المستشفى، وحزن كبير من أسرته. أنقذت العناية الإلهية الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبد العزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز من الموت بإعجوبة، حيث تعرض إطار سيارته للانفجار أثناء سيره بالسيارة. وكتب الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ في الكوتش الأمامي وكنت هتقلب بس ربنا ستر. وأضاف جد سليمة: شكرا لأصدقائي اللي بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا، الحمد لله. ومن ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مسلسل قيد عائلي بطولة عزة العليلي وبوسي ومرفت أمين وصلاح عبد الله وسيمون وهالة فخر ونضال الشافعي ومنى فضالي ودينا فؤاد ومحمد نجاتي، وكان من إخراج تامر حمزة.